على خاطر صحتك أغلى معنا، وعلى خاطر في الحياة فهم نمنو بالعلم وبأصحاب الاختصاص. هذاك علاش نحطوا على ذمتكم سويعتين كاملين يهتموا بصحتنا. في السويعة الأولى عنا آخر أخبار التظاهرات الصحية، آخر الدراسات العلمية والأمور القانونية، وفي الساعة الثانية نحط على ذمتكم طبيب الاختصاص باش تسألوه ديريكتمون على وضعياتكم لجميع الاستشارات الطبية، تسألوه وتستفسروا معاه وضعياتكم الصحية. ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة على الحياة فام في سانتي 5.0، صحتك بالدنيا. عسلامة تونس، عسلامة قروان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل، وإن شاء الله بداية أسبوع موفقة للتوانسة الكل وليزوديتور اللي يسمعوا فينا كل صباح 93 سينا 3W راديو الحياة فهم بوانيت من نهار الاثنين حتى نهار الجمعة من 11 حتى لتسعة متاع الصباح، يوميا 120 دقيقة من بثنا المباشر وين تكون فيه مواضيعنا وحواراتنا طبية وعلمية بالأساس. سومير فقر الدم، قديش من إصابة في العالم وخاصة في إفريقيا؟ هذا باش يكون موضوعنا بعد بشوية. زاد اليوم باش نحكي لكم على موضوع التبرع بالأعضاء، هذا باش يكون موضوعنا في ساعتنا الثانية. كل عام العديد من التوانسة مستحقين تبرع بالأعضاء والقايمات مش والطول. التبرع بالأعضاء فرصة أخرى باش يوصل الإنسان حياته بصفة عادية. كيفاش تصير عملية التبرع بالأعضاء؟ شنو الأعضاء اللي ممكن التبرع بيهم؟ وهل إنه فما خطر على صحة المتبرع؟ هذا وأكثر باش يكون موضوعنا لليوم في ألو دكتور مع الدكتورة زهرة العنويني، طبيبة مختصة في التبرع بالأعضاء. باش تتفاعلوا معنا كلمونا على 70 035 120. سانتي 5.5، صحتك بالدنيا. صحتكم بالدنيا، هذا اللي استنى فيكم من توا حتى اللحظة شمتع النهار. أهلا وسهلا على راديو الحياة فهم من توا وين يوصل صوتنا في العالم، هذه 3W راديو الحياة فهم.net.